ننتقل إلى أسواق المال الإماراتية، حيث أغلق سوق أبوظبي المالي منخفضا بنسبة طفيفة بلغت 0.3% عند مستوى 9272 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 884 مليون درهم. من أصل 68 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة، بينما انخفضت أسهم 28 شركة وبقيت 24 شركة على ثبات. أما على صعيد الأسهم المرتفعة، زاد سهم شركة بالماز الرياضية بنسبة 12.28 عند 12 درهما فاصل 80، فيما ارتفع سهم شركة شميرة ستاندر أند بورز تركيا بنسبة 4.83 عند 6 دراهم. وأغلق أيضا سهم شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية مرتفعا بنسبة 4.83 عند 0.62 درهم، بينما انخفض سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 9.52 ليغلق عند 5.99 دراهم. أما في سوق دبي المالي، فقد أغلق المؤشر العام مرتفعا بنسبة 0.31% عند مستوى 3741 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 385 مليون درهم. من أصل 35 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة، بينما انخفضت أسهم 14 شركة وبقيت 10 شركات على ثبات. ارتفع سهم الإمارات ريم للاستثمار بنسبة 11.66 ليغلق عند 3.35 دراهم. كما ارتفع سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 6.36 ليغلق عند 0.46 درهم. أيضا ارتفع سهم شركة الإسلامية العربية للتأمين بنسبة 6.27 ليغلق عند 0.59 درهم، بينما أغلق سهم دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين منخفضا بنسبة 8.42 عند 4.35 دراهم. ولتحليل أبرز ما جاء في أسواق المال الإماراتية، أبدأ مع حضرتك أستاذة منى من بورصة أبوظبي والتي واصلت الهبوط اليوم، ما تعليق حضرتك أيضا؟ يمكن النهاردة بنحاول إن احنا بنحاول إن هي تشم نفسها شوية بعد عمليات التراجع القوية اللي احنا شفناها على مدار الأسبوعين اللي فاتوا، أو كمان يمكن من بداية توترات الجيوسياسية. احنا النهاردة بدأنا نشوف، مش هقولك تحسن، ولكن استقرار، ويمكن دوت ممكن تكون بداية لي إن شاء الله تعافي أو تحسن بتحاول إن الأسواق إن هي تعمله، خاصة إن احنا منتظرين العديد من الأخبار الإيجابية. النهارده عندنا الاداء الايجابي على المؤشرات بدا ان هو يكون متفاعل شويه، مع مش هقول لك هدوء التوترات الجيوسياسيه، ولكن مع دخول المساعدات وفتح المعبر وهكذا، فبدا يكون في بارقه امل كده ان الموضوع يكون في حل ونوصل ان شاء الله لوقف اطلاق النار، وده بالتالي هيهدي الاوضاع بشكل كبير. فبالتالي احنا بس بنحاول، او المؤشرات بتحاول ان هي تتماسك. كذلك انت عندنا في ضخ للاستثمارات بدأت ان هي تحصل، خاصة من المستثمرين الاجانب، بعد تدني الاسعار بشكل كبير على مدار الاسبوعين اللي فاتوا، خاصة على القياديات من السوق، قياديات السوق من القطاع العقاري والقطاع المصرفي، واللي كمان بننتظر نتائج الأعمال أو الإصلاح على نتائج الأعمال خلال الفترة اللي جاية، واللي هي يعني باتت قريبة جدا. ويمكن احنا كلنا نبدأ يعني عينينا على نتائج الأعمال اللي متوقع ان هي تكون إيجابية، ويكون في توزيعات للأرباح بشكل واسع خلال الفترة الأخيرة. صحيح ان احنا هنلاقي يعني جانب، خاصة القطاع العقاري وطبعا على رأسه المصرفي، لسه متجه لعمليات التشدد النقدي والاقتصاد العالمي وموضوع التباطؤ النمو العالمي وهكذا، وتأثير أسعار الفايدة أو ارتفاعات أسعار تأثير ارتفاع أسعار الفايدة على الاستثمارات وتوزيع الاستثمارات. ولكن
نقدر نقول ان الانظار شويه متاخده من الجانب ده متجهه للتوتر الجيوسياسي. فلو احنا التوترات دي هديت بدأنا يكون في اخبار كويسه جايه من ناحيه الفدرالي، هنبدا نلاقي عوده تاني لارتفاعات وايجابيه للمؤشرات، وان كانت برضو ما زلنا عندنا يعني استيوله لسه ضعيفه، اداء المؤشر مش في افضل حالاته بجانب الاخبار الغير ايجابيه. افندم بجانب الاخبار الغير الايجابيه اكيد بالضبط، يعني احنا بقى منتظرين ظهور الماركت ميكر للسوق الاماراتي يبدا ان هو يعني ده بالنسبه لاستاذه منى لسوق ابو ظبي. بالنسبه لسوق دبي والذي قفز مره اخرى اليوم وتجاوز مستوى 3700 نقطه، ما تحليك ايضا لاداء السوق؟ بيحاول ان هو يتعافى بشكل كبير، يعني احنا من اول السنه كنا طالعين حوالي 25 او 26 في المية، خلال اسبوعين احنا قلصنا نص الطلوع ده بقينا اراوند 10% 11.8. فبالتالي يعني احنا بنحاول بس نتعافى او المؤشر بيحاول ان هو يتعافى من سلسلة الهبوط العنيفة، ويمكن ده رد فعل طبيعي جدا لعنف وزخم او عزم الهبوط اللي حصل. احنا دايما بنقول كده في اسواق المال هي الاسرع في التئام الجروح، يعني انت لما بندخل في عمليات جني ارباح او عمليات بيع عنيفة وسريعة بيكون رد الفعل الارتداد بنفس القوة. فبالتالي اعتقد ان هو بيحاول بس يتعافى من تراجعات اللي حصلت له خلال الاسبوعين اللي فاتوا. نعم، ايضا باعتقادك لماذا عادت الطروحات الاوليه للاسواق الاماراتيه رغم تزايد الاضطرابات في المنطقه؟ الامارات ما زالت هي القائد في موضوع الطروحات في الشرق الاوسط، يمكن احنا لو قارنا سوق الطروحات هنلاقي مثلا الامارات خدت 30% من الطروحات مقارنة مثلا بسوق زي أوروبا اللي خد 35% من الطروحات العالمية. فبالتالي لسه ما زال السوق الإماراتي سوق بيستوعب وقادر ان هو يستوعب المزيد من الطروحات، وان كانت في دلوقتي بعض المشاكل او بعض السلبية. خلينا دايما كده، وان يعني الموضوع يعني مؤثر لينا بشكل كبير ويؤسفني ان انا اقول كده، ولكن احنا اتعودنا على الموضوع بتاع مناقشات ما بين فلسطين وإسرائيل، أو يعني ما بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين. احنا دايما يعني كل 3-4 سنين كده بيتم شن حرب جديدة ضد أهالينا وإخواتنا في فلسطين، وبيتم زي ما احنا شايفين المجازر دي. فبالتالي مع الأيام أو زي ما بنقول كده لو أخذنا كسايكل ودراسة للسلوك ده هنلاقي إن هو في النهاية للأسف هيتم استيعابه، هيتم تداركه، ويتم يعني مع مرور الأيام هيترجع الحياة لطبيعتها. فبالتالي هيبدأ أن المستثمر مش هيوقف استثماراته دلوقتي، ولكن هو ممكن يكون يعني بيدرس الوضع أكتر، بيشوف آخر الأوضاع دي ممكن تروح لحد فين، ومن ثم يبدأ أنه يخش. فبالتالي اعتقد ان السوق الاماراتي بيحاول ان هو يجهز لده، لان يعني دلوقتي او بعد كده هيكون في عوده للاستثمار وهيكون في مزيد من الاستثمارات. نعم، انتقل مع حضرتك لجزئيه هامه تشغل بال الكثيرين، وهي اتجاه شركات مدرجه كمجموعه جي اف اتش واعمار العقاريه للتسوق بالسوق السعودي، ما اسباب ذلك بوجهه نظرك؟ يمكن ده عشان احنا يعني لو شفنا جي اف اتش هي بتحاول ان هي تتوسع من الاستثمارات بتاعتها، سواء هي طبعا المقر الرئيسي بتاعها في البحرين متوسع بشكل رئيسي في الامارات، ومن ثم تبدا ان هي تدخل السوق السعودي. سوق يمكن كمان ده كان على لسان رئيس التنفيذي ليها ان هو سوق واعد، وبنحاول ان هم يغطوا مدن الى حد ما ما وصلهاش الاستثمار قبل كده، وبالتالي هم شايفين ان في المدن او في المناطق والقطاعات دي خاصه فرص كبيره يقدروا ان هم يقتنصوها خلال الفتره اللي جايه. يمكن دوت كمان عشان تمهيد للتداول المشترك ما بين الامارات والسعوديه. فبالتالي ده طبيعي ان هو يتم مع توسع او مع سوقين كبار بحجم السعوديه والامارات، مع كمان توسع الشركات، ف ده لازم الطبيعي او ده الاداء الطبيعي للاستثمار ان هو يتوسع ويتشعب ويبدا ان هو يروح لاسواق او يتطلع لفرص تانية ويجذب مستثمرين اخرين.
نعم وضحت النقطة. بشكر حضرتك أستاذة منى مصطفى مديرة التداول في شركة عربية أونلاين لمشاركتها معنا اليوم.